أشقائنا في الصحراء الغربية. الصحراء الغربية لازم الاستفتاء ويقرروا مصيرهم، ولا واحد يقررها في بلاصتهم وما نتخلاش عليهم. مع الآن مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة دكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أهلا بك ومرحبا. استهدافات من الخارج إلى الداخل، واستهدافات إقليمية واضحة منذ شهور ونحن نعيشها، سواء ما تعلق بدعم عناصر انفصالية في الجزائر أو بدعم عملية ناس متكيفين مع القيام بأعمال إرهابية لعرقلة الفعل الديمقراطي. إذا الاستهداف وارد حتى على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي هناك أنظمة إقليمية عربية وفي مقدمتها النظام المغربي وغيرها من الأنظمة العربية التي تريد أن تستفز. إذا السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم أم بي توب. أصدقاء كما شفتوا معنا التصريحات ديالهم وكما شفتوا معنا دائما في الانتخابات ديالهم، أي مرشح من الجزائر ضروري يتكلم على المغرب والصحراء المغربية، وشفنا هذه المرة رئيس الجزائر تبونتا هو كذلك تكلم على الصحراء المغربية وقال لك باللي أنهم غاديش يتخلاو على الصحراء. كذلك أصدقائي شفنا المحلل الجزائري وكلامه على يعني المغرب. فالأصدقاء باش ما نطولش عليكم بزاف باش تشوفوا التفاصيل ديال التحليل ديال هذا المحلل الجزائري اللي دائما كنشوفوا أنه كيهاجم المغرب بطريقة أو بأخرى من الإعلام الجزائري. ايضا اصدقائي باش ما نطولوش بزاف غادي نعطيكم العناوين ديال المواضيع ديال اليوم على قنوات مختلفه، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. قبل ما ندوزوا للفيديو فنبغيكم كاملين تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الاعجاب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جميع الاشعارات ديال الفيديوهات ديالنا على قناتنا وقناتكم ام بي توب. على قناه فرنسيه تبون، الجزائر مستهدفه من قوى عديده ولن نتخلى عن الصحراء الغربيه طبعا المغربيه. ايضا على قناه المانيه، هل طرد مذيع جزائري من قناه فرنسيه بسبب المغرب؟ ايضا اصدقائي على قناه فرنسيه، الجزائر مالي هل تغذي غارات المسيرات التوتر؟ وكما كتعرفوا كاملين فالجزائر متخوفه من روسيا ومن مالي لانهم يعني بكل وضوح يعني قرب الحدود الجزائريه كاين توتر كبير ومواجهات وصراع. ما نطولوش بزاف الاصدقاء، ندوزوا للتفاصيل. الشأن الجزائري الآن أمام حشد كبير من أنصاره في العاصمة في آخر تجمع انتخابي يسبق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السبت المقبل. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مستهدفة من قوى عديدة. ما عندهمش حل من غير يتآمروا على هذه البلاد باش يفجروها من الداخل، مثل ما هم يتآمروا منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات. مع الأسف كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب، سرقوا ثروة هذه البلاد تاع الشعب، بغاو يجوعوا الشعب. كما جدد رئيس الجزائرية التأكيد على أن بلاده لن تتخلى عن الصحراء الغربية، مشددا على أن الصحراويين هم من سيقررون مصيرهم بأنفسهم. أشقائنا في الصحراء الغربية، الصحراء الغربية لازم الاستفتاء ويقرروا مصيرهم، ولا واحد يقررها في بلاصتهم وما نتخلاش عليهم. مع الآن مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة دكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أهلا بك ومرحبا دكتور إسماعيل دبش، شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة. ما طبيعة هذا الاستهداف الذي من قوى عديدة الذي يتحدث عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ لا، هو واضح أن هناك استهدافات من الخارج إلى الداخل، واستهدافات إقليمية واضحة منذ شهور ونحن نعيشها، سواء ما تعلق بدعم عناصر انفصالية في الجزائر أو بدعم عملية ناس متكيفين مع القيام بأعمال إرهابية لعرقلة الفعل الديمقراطي. إذا الاستهداف وارد حتى على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي هناك أنظمة إقليمية عربية وفي مقدمتها النظام المغربي وغيرها من الأنظمة العربية التي تريد أن تستفز الوضع في الجزائر.
لأن يفترض أن 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 الدول العربية بحكم الجوار والدول الإقليمية بحكم الجوار أن يكون العكس هو الصحيح. دولة لها مسار ديمقراطي اختياري فيه ثلاث مترشحين بهدوء ورشادة سياسية بين المنافسين والتعبئة جماهيرية وعمل هادف، يفترض أنه يشجع ولا يعمل لعرقلته، لأن يبدو لي أن هذه الأنظمة ترى بأن الجزائر ربما تقود في اختيار ربما يزعجها. طيب، فقط ننوه لأن الخطاب الرسمي المغربي يرنو نحو علاقات طيبة مع الجزائر، على الأقل هذا ما لمسناه من تصريحات الملك المغربي، ولكن أودت أن أسألك تحديدا عن ما وصف بأنه توتر حاليا بشأن العلاقات مع موسكو على خلفية الأزمة في مالي. ما حقيقة الأمر دكتور دبش؟ لا، أنا لا أعتقد أنه فيه توتر بين روسيا والجزائر أو توتر مع أي دولة. الجزائر ليس لها أي مشكل مع أي دولة، سواء دولة كبرى مثل روسيا أو الصين أو أمريكا أو دول الغربية بصفة عامة. ما هو موجود أن الجزائر لها اختيارات في سياستها الخارجية، هذه اختيارات غير عادية لم يتعود عليها الآخرين، سواء الدول على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. مثلا أن الجزائر تريد التعامل مع الاتحاد الأوروبي بمبدأ المنفعة المبادلة والتغيير المعادلة التي كانت تعتمد فيها الاستيراد من أوروبا أكثر من المنفعة المتبادلة. الجزائر الآن خفضت هذه العملية واتجهت نحو الاستثمار، وبالتالي لم تعجب كثير من الدول الأوروبية هذا التوجه. نفس الشيء ينطبق على دول أخرى. طيب، لكن ما يوجد حاليا الجزائر المبدأ الأساسي ضد أي تدخل خارجي في إفريقيا، سواء كانت روسيا أو كانت الصين أو كانت أمريكا أو كانت أي أوروبا. طيب، لأنها ترى بأن الحل السياسي وهو الوحيد مهما كان استعمال المتغير العسكري فإنه مؤقت فقط، لكن لن يسوي المشكل. مثلا أعطيك نموذج مالي، نموذج مالي منذ 1960 منذ أن استقلت مالي وهي تعاني من هذا الموجود، وكل الأنظمة والحكومات المتعاقبة والرؤساء المتعاقبة في مالي حاولوا الحل العسكري وفشلوا في ذلك. طيب دكتور دبش، طيب واتفق عليه الجميع. طيب، لأن الوقت يداهمنا، والجزائر معنية بذلك يا أستاذ. طيب، الجزائر لأنها عندها 1676 كيلومتر مع مالي، 1676 كيلومتر، عليها أن تعمل على أن يكون هناك استقرار في المنطقة. بقية الدول بعيدة عن هذا الوضع. بحديثك عن خيارات الجزائر باختصار لو سمحت دكتور دبش، بحديثك عن خيارات الجزائر، رئيس الجزائر يقول أن بلاده لن تتخلى عن الصحراء الغربية، ما الذي يعنيه باختصار شديد بذلك عمليا؟ أنا باختصار شديد جدا، الجزائر مهما حاولت أنها دائما مع موقف حق الشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية وفق المنظومة الدولية وفق المسار الجاري الآن الذي يقوده مبعوث الأمم المتحدة بين الطرفين، وأن غير ذلك هو لن يجد أي حل ولا يجد أي تسوية للقضية. أشكرك كل الشكر من الجزائر العاصمة دكتور اسماعيل دبش، أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. Sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, les séries Netflix. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. هو بوق نظام جزائري بنى كل استراتيجيته الإعلامية والسياسية على محاولة تشويه صورة المغرب. Que je suis sincèrement désolé si le peuple marocain a pu être blessé par mes propos. لم تهدأ بعد حالة الغضب والتوتر التي تسبب بها المعلق السياسي الفرنسي الجزائري مهدي غزار بعد تصريحاته التي وصفت بالمسيئة للمغرب، وما زال السجال الذي أشعلته تلك التصريحات مستمراً على مواقع التواصل. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. شبه المعلق الجزائري مهدي غزار في برنامج حواري المغرب بتايلاندا، وزعم انتشار الجريمة والمخدرات والدعارة فيه.
sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, des séries Netflix. Il y a de tout. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays. C'est tout sauf un pays musulman. كما زعم غزار أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ممنوعة في المغرب بموجب مرسوم ملكي. تصريحات غزار التي جاءت ضمن مشاركته في برنامج على القناة الجزائرية الدولية تسببت بموجة غضب واستياء كبيرة دفعت القناة الفرنسية إير إم سي إلى إنهاء تعاقدها مع غزار الذي كان من المعلقين في برنامج لجراند كيل الذي تنتجه القناة. غزار خرج لاحقا بفيديو يعبر فيه عن اعتذاره للشعب المغربي. Atteindre, toucher, heurter le peuple marocain. Et je précise bien que je suis sincèrement désolé si le peuple marocain a pu être blessé par mes propos qui sont un sortis de leur contexte et deux peut-être très maladroitement. لكن اعتذار المعلق الجزائري لم يقنع على ما يبدو رواد مواقع التواصل وخاصة المغاربة منهم والذين انهالوا عليه بتعليقات غاضبة. نادية الصوفي كتبت مثلا: مهدي غزار يلجأ إلى أسطورة خاوة خاوة بعد شتم المغاربة ويعتذر إثر طرده من إير إم سي وتهديد مشاريعه التجارية. أما الشافعي فريد فكان له رأي آخر: يجب إعطاء الصحفي مهدي غزار منصبا خاص بقناة الجزائر الدولية وإدارة حصة خاصة به تكريما ومساعدة له. منى نصيري اعتبرت: تصريحات مهدي غزار خطيرة جدا وقصد بها خلق فتنة بين المهاجرين المغاربة والجزائريين وضرب العلاقات الفرنسية المغربية بعد الاعتراف بالصحراء المغربية. وكان التوتر بين الجزائر والمغرب قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة بعد اعتراف فرنسا بمخطط المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية، قرار ردت عليه الحكومة الجزائرية بسحب سفيرها فورا لدى فرنسا. كان توقف عند ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر ومالي وفق مراقبين على خلفية تنفيذ الجيش المالي في 25 أغسطس الماضي غارات بالمسيرات قرب الحدود الجزائرية ضد أهداف وصفتها بالإرهابية أدت وفق وكالة فرانس بريس إلى مقتل مدنيين بحسب مصادر متطابقة وشهادات محلية. وسط مطالبة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجيوش الخاصة التي تستخدمها دول معينة وفرض عقوبات من الأمم المتحدة على الهجمات المرتكبة. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو السيد ديمبا محمد دوكوري الباحث المالي في الشؤون الاستراتيجية الإفريقية، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا، مرحبا كل الترحيب. معي أيضا في الاستوديو مشاهدينا الكرام السيد حسين مصدق الباحث السياسي والإعلامي الجزائري، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا أيضا على تلبية هذه الدعوة. وشكرا للدعوة وتحياتي للمشاهدين. مرحبا بكم كل الترحيب. ما سبب إذن ازدياد منسوب التوتر بين مالي والجزائر يصل اليوم إلى حد هذه المواجهة الكلامية في الأمم المتحدة بين ممثلي البلدين؟ أطرح عليك السؤال أولا سيد الحسين مصدق الباحث السياسي والإعلامي، مرحبا من جديد. أولا هذا ينطلق من المواقف الثابتة للجزائر. الجزائر عندها فلسفة وإيديولوجية لم تغيرها وتغيرها منذ الاستقلال، إنه عدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية خاصة البلدان المجاورة وتسميه حسن الجوار. طيب. ووضعت كل الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الجوار ومن أجل التضامن الإفريقي، ولعل لو نتذكر طريق الوحدة الإفريقية الذي يصل تقريب إلى. طيب لماذا هذا التوتر اليوم؟ التوتر هذا يرجع إلى تغيرات استراتيجية في المنطقة. أولا معروف بحركة أجواد، هي حركة تهدف
أو تبحث عن أخذ في الاعتبار بتكون عندها موقعها في السلطة. الجزائر كانت فعلت كل ما في وسعها من أجل التقليل من هذا التوتر وإرجاع ما يسمى بهذه إلى الطريق القويم وعدم تقسيم أو عدم المساس بالوحدة الوطنية المالية. ولعل الكل يتذكر اتفاق سنة 2012 و2015. طيب. لكن لما وقع هذا الانقلاب في مالي، مالي أرادت أن تسترجع منطقة معينة تسيطر عليها أزواد، وأرادت تتراجع عن اتفاق الجزائر ل 2015. طيب هذا من وجهة نظرك أنا لا يمكن أن لا حتى نصل. طيب باختصار حتى أفضي في حقه أي. حتى نصل إلى أن الجزائر استقبلت حركة أزواد ليس من أجل التحريض على النظام القائم في مالي، وإنما من أجل التهدئة، لأنها كانت هي ضامنة. طيب ما غذى هذه الإشكالات، هذه الغارات، غارات المسيرات في الآونة الأخيرة سيد دنبا محمد دكوري، البحث في الشؤون الاستراتيجية الإفريقية، من وجهة نظرك لماذا هذا التوتر في منحن تصاعدي ما بين الجزائر ومالي؟ طبعا بداية، العلاقات الجزائرية المالية هي علاقة تاريخية. ينبغي أن نذكر أن دولة مالي وقفت مع الجزائر عندما كانت الجزائر تناضل وتحارب من أجل استقلالها بعد استعمار دامت أكثر من 132 عاما. فالتوترات بين البلدين ليست وليدة اليوم، وليس بين ممثلين للبلدين في الأمم المتحدة كما أشرت إليه. سألت على ما حدث في بلدة تنزواتين. نعم، التوترات بدأت منذ أن وصل المجلس العسكري إلى الحكم، يعني قبل 4 سنوات تقريبا. فالمجلس العسكري عندما وصل إلى الحكم أراد بسط سيطرته على كامل البلاد، وطلب من القوات الأممية والقوات الدولية مغادرة البلاد. بعد وجود القوات العسكرية أكثر من 10 سنوات التي لم تأتي بنتائج إيجابية يعني ملموسة لمحاربة الإرهاب، والمجلس العسكري استطاع أن استعاد مدينة كيدال بعد أن كانت هذه المدينة تحت سيطرة الإرهابيين والمتمردين طيلة 10 سنوات تقريبا. والمجلس العسكري أعلن إنهاء اتفاقية الجزائر الذي تم عقده بإشراف الجزائر عام 2015. هنا بدأت المشكلة. الجزائر تعاملت مع هذا الملف بإزدواجية. الإزدواجية أين تكمن؟ باختصار إزدواجية الجزائر تكمن بكونها يعني استقبل قياديين من المتمردين، وكذلك استقبل أيضا بعض الشخصيات المالية الذين ليس لديهم أي دور يعني سياسي ولا حكومي يعني ولا تمثيلية. كل هذا لغيظ المجلس العسكري. والجزائر صرح عن طريق عبد المجيد تبون بأن الجزائر تلتزم بتطبيق اتفاق الجزائر. للأسف الشديد كل هذه تصريحات ساهمت في تدهور العلاقات المالية الجزائرية. هذا التوتر ما زاد من ذلك هو ما حدث في بلدة تنزواتين الحدودية. ما حقيقة ما حدث هناك؟ علامة الخلاف باختصار شديد أيضا، وإلى أي مدى يقلق ما حدث الجزائر حتى نفهم، لأنه ثم حتى في الروايات ثم تباينات بين مالي والجزائر. أولا كما قال ضيفكم الكريم، إن المجلس العسكري قد تخلى عن اتفاقية 2015، والجزائر أرادت نظرا للواقع الجديد الذي وجد في مالي أن تعدل هذه الاتفاقية، وبدأت تحاول أن تلعب نفس الدور الوسيط. إنها اتصلت أو استقبلت جماعة من ممثلين حركة أزواد، وأرادت أن تستقبل جماعة من السلطة الحاكمة في مالي، لكن للأسف الشديد إن في مالي ترجمتها فهمت بلهذا ضد إرادتها وضد سياستها الجديدة. الآن هناك ما يسمى وضع جديد في إفريقيا، إن روسيا لا حدثني قبل الحديث، حدثني على ما حدث في تنزواتين. إن الجزائر تحاول أن تدافع عن حقها، عن حدودها، لكن
هناك تعتقد مالي بأن هناك جماعة دخلت تضرب في مالي ودخلت للجزائر، وهذه تبدو غير حقيقية لأن الجزائر عندها حدود معينة وتحميها وعندها جيش قوي. من هذا بدأت الحركات المتصاعدة، ولا سيما أن مالي استعملت ما يسمى المسيرات حركة فاغنر كذلك، هذه اللي أصبحت استعملت فاغنر. ماذا عن فاغنر؟ هي موجودة بالتعاون مع النظام اللي موجود في مالي، لأن روسيا بدأت تريد أن تغير استراتيجيتها، غيرت استراتيجيتها أن تبحث عن مواقع نفوذ في إفريقيا، واستعملت هذه الحركة اللي في الحقيقة أو هذه الفريق تاع فاغنر لكي تسيطر به على هذه الأنظمة مستقبلا. الآن وعدت الأنظمة الموريتانية وغيرها بأنها تساعدها على تحقيق وحدتها، ومن بعد تصبح روسيا تسيطر على هذا النظام وتوجه حسب إرادتها. سيد دنبا محمد دكوري، تابعنا هذا السجال وهذه المواجهة الكلامية أما بين ممثلي البلدين في الأمم المتحدة. مصادر عديدة تحدثت عن مقتل مدنيين، مصادر محلية إنسانية أيضا، والجزائر تبنت هذه الرواية قلقة من هذه الاشتباكات على حدودها على اعتبار أن هذه المناطق هي امتداد أيضا لأمنها القومي. علامة الخلاف بعد هذه العملية التي تمت أو سلسلة من الغارات في بلدة تنزاوتين الحدودية وفي المنطقة. طبعا تنزاوتين، أولا هناك تنزاوتين المالية والجزائرية. فبالنسبة لكل هذه الاتهامات هي اتهامات سياسية، فأنا لا أصدق بأن الجيش سواء الجيش الجزائري أو الجيش المالي تكون لديه رغبة لقتل يعني شعبه. بالنسبة لي هي اتهامات سياسية، ويجب أن نشير أن تنزاوتين خاصة المالية يعني تعتبر آخر معقل للإرهابيين وللإنفصاليين. إذن فهنا الجزائر موقفها في هذا الملف ليس موقفا يعني واضحا، بحيث أنها تدعم الإنفصاليين، وبالعكس من المفروض أن تقف مع الجارة بل الدولة الشقيقة المالية لمحاربة هؤلاء خاصة الإرهابيين والإنفصاليين، ولكن الجزائر تدعمهم. هنا تأتي يعني نوع من الغموض في السياسة الجزائرية. ما كان الجزائر أن تحتج على مقتل مدنيين في هذه المنطقة الحدودية التي تعتبر المنطقة الصحراوية الشاسعة امتدادا لأمنها القومي، ما كان عليها أن تتحدث حتى لو تطالب بالمحاسبة في الأمم المتحدة لمرتكبي هذه الانتهاكات. أنا لا أعتقد أن هناك أدلة قاطعة تثبت وتقول بأن الجيش المالي يعني قتل المدنيين من الجزائريين، لا أظن أن هناك عدد. نحن نتحدث عن مدنيين جزائريين، ولكن في هذه المنطقة المالية حتى من الماليين نتحدث، يعني حسب حتى وإن استند الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة في تصريحه الذي أثار غضب مالي لبيانات صحفية شككت فيها مالي. حسب الصور والمعلومات التي أنا طلعت عليها طبعا عبر وسائل الإعلام خاصة المالية، عندما تم إطلاق هذه المسيرات ضد هؤلاء أنا أسميهم إرهابيين إنفصاليين، لأننا لا يمكن أن ننكر أن الإنفصاليين الوصف الإرهابيين هو الوصف الذي تعتمده مالي حتى نعم لأن لأن الإنفصاليين أو المتمردين يتعاونون مع الإرهابيين، لديهم يعني عدو واحد وهو الجيش المالي أو الدولة المالية. إذن ف الصور التي تم تداولها والمعلومات التي يعني تم نشرها هي معلومات دقيقة جدا. عندما أطلقت هذه المسيرات قامت هذه المسيرات ببحث دقيق جدا، يعني لم يتم هكذا طيب. بشكل طيب. عشوائي. مالي حتى أعود إليك سيد حسين مصدق، من خلال ممثلها في الأمم المتحدة نددت باتهامات تقول لا أساس لها من الصحة، اتهمت حتى الجزائر كدليل على ارتفاع منسوب التوتر بنقل الدعاية الإرهابية على حد وصفها. ما حقيقة هذا الأمر وما حقيقة ما ذهب إليه ضيفي من أن الجزائر وهذه الاتهامات التي تساق من أن الجزائر تدعم بشكل كبير مزعج لمالي طرفا على حساب طرف آخر؟ الجزائر أولا معروفة بأنها لا تكذب ولا تدعي لأنها تعمل، وهذا من منطلق حسن الجوار.
وفعلت كل شيء، بذلت أموال كبيرة من أجل التنمية الإفريقية، وعلينا العودة إلى المشاريع. حدثني إذن لا تذهب بعيدا، حدثني على هذا الأمر. هو يوصفهم بالإرهاب منذ قبل الانقلاب، لم تكن هذه تتمتع بالصفة الإرهابية، لأن كانت عندها اتفاق مع النظام، وكانت الجزائر هي الضامن لأنها كانت هي الوسيط. بالتالي هذه اليوم سميها هو إرهابية، قبل كانوا يسموها كانت طرف من السلطة المالية لأنها تربطهم بيناتهم اتفاق، والجزائر هي التي ضمنت هذا الاتفاق. وبالتالي الجزائر لما تستقبل من حركة أزواد كان بنيتها أن تستقبل كذلك جماعة من النظام لمحاولة على أقل تعديل، طريقة من عودة ومن استئناف أيضا العمليات العسكرية على حدودها الجزائر. إذن النظام المالي الآن بدأ يستعمل القوة ويستعمل ضد هذه الحركات، لأنه هو الذي نقض العهد والوعد، ثم إنه تجاوز حدوده بالتعاون مع من فضلك بالتعاون مع منظمات أخرى، شركات أمنية، خاصة، والإشارة إلى الفيلق الأفريقي، الأفريقي الروسي فاغنر. وبالتالي هذا الفيلق الروسي اللي استعملته هو روسيا كبيدق من أجل أن تجد مواقع نفوذ لها، الآن استعملت سياسة جديدة كأنها تنافس الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواقع نفوذ، لأن روسيا كانت متقوقعة على نفسها، إذن وجدت في إفريقيا متنافس لكي تستعمل هذه المنظمة عن طريق مالي وقد تكون بعد دول أخرى. بالتالي لما تحقق مآربها على هذه تصبح روسيا عندها موطع قدم بل نفوذ كبير في المنطقة. وهذا تعتبره تهديدا لأمن الجزائر؟ الجزائر، لأن الجزائر استثمرت أموال كبيرة من أجل أولا مساحة الديون للبلدان الأفريقية. لماذا مسحتها بدون مقابل؟ مسحتها كانت الجزائر قادرة في ذلك الوقت أن تحولها على الأقل إلى استثمارات، وبالتالي تصبح وسائل ضغط لهذه البلدان. الجزائر خرجت هذه، استعملتها كمساعدة بنية حسن الجوار فقط. اليوم نلاحظ بأن مالي اتخذ وجهة أخرى في العود، بدل أن يلجأ أو يعود للحوار، ربما هذه جماعة أزواد ترجع إلى المنطقة وتعدل على أقل اتفاقية 2015، هو استعمل هذه القوى الأجنبية واستعمل السلاح لكي يهدد الأمن القومي الجزائري، اللي هو مفروض أن الجزائر تحافظ على أمنها القومي. وتصريحات ممثل الجزائر دائم لدى الأمم المتحدة واضحة، ينادي بوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكبها الجيوش الخاصة. ثم قلق كبير ومعارضة من الجزائر لوجود شركات أمنية خاصة، وإن كان الخطاب الرسمي المالي ينفي وجود قوات من فاغنر، ولكن يتحدث ربما عن أفراد تدريب إلى غير ذلك. والجزائر تعتبر هذا الوجود، وجود هذه الشركة الأمنية الخاصة، تهديدا مباشرا لأمنها. هل تتفهم مالي هذا القلق الجزائري؟ يعني دولة مالي كانت على وشك الانهيار أكثر من 10 سنوات، أين كانت الجزائر؟ وتلك المنطقة معروفة بمنطقة كانت ترعى اتفاق المصالحة والإرهاب. ماذا فعلت الجزائر؟ الإرهابيون الذين أتوا من الجزائر، يعني ماذا فعلت الجزائر؟ هذا وضعية رواية عن أي إرهابيين طبعا بالمختار مثلا، لأن الجزائر ليس هو جزائري، فعلت كل شيء لحماية حدودها، وبالتالي هذا الشيء، لأن الجزائر قلقة من أجل أمنها القومي لأنها بذلت كل شيء لحماية حدودها. اتركوا فقط تكمل فكرته وسيجي لعدم تصدير كما تقولون الإرهاب، وفي نفس الوقت حماية نفسها. يكمل فكرته وسيجي. أنا أشير أن الجيش المالي أو المجلس العسكري عندما استعاد مدينة كيدال على الحدود الجزائرية، الجزائر لم تكن يعني فرحة بهذه الاستعادة للأسف الشديد، ومنذ أكثر من شهور ربما قد تقوض سلام الجزائر، ربما زالت تعول حتى على اتفاق السلم والمصالحة. كما قلت، المعقل الأخير والوحيد الذي بقي للإنفصاليين والإرهابيين هو تنزاواتين، وستتم السيطرة عليها من قبل الجيش المالي. هل ستؤدي ذلك إلى تهديد أمن الجزائر؟ بمعية فاغنر، أنا أقول بالتعاون الروسي المالي. الجزائر نفسها تتعاون مع روسيا، الترسانة العسكرية التي هذا التعاون ربما البعض من المراقبين يقولون بدأ
يهتز وبدأ يشوبه نوع من التوتر، سنأتي على ذلك. ولكن هل تجيبني على السؤال، هل تتفهم ما لي هذا القلق الكبير وهذا الرفض من الجزائر أن تكون هناك شركة أمنية على حدودها، خاصة أنه في على الشرق أيضا على الحدود مع ليبيا تم تحديات أخرى أيضا تطرحها نفس هذه الشركة الأمنية على الجزائر؟ هذا قصدي. طبعا أنا أعتقد أن أولوية الجيش المالي هو تحرير بلادها من الإرهاب ومن الإرهابيين والانفصاليين كاملا، وليس لدى رغبة ليس لدى المجلس العسكري رغبة في تهديد أمن الجزائر. ولو أمعنا النظر إلى التاريخ لم يحدث ذلك لا من قبل ولا الآن. المجلس العسكري يتحارب من أجل تحرير البلاد مهما كلف ذلك، دون أن يتم المساس بالأمن القومي الجزائري. اعتقادي بأن المالي أو النظام الجديد في مالي قد مس بالأمن القومي الجزائري انطلاقا من أنه لم يحترم تلك الاتفاقية التي كانت الجزائر هي الضامنة وهي الوسيط وعقد قدمت الكثير من المقابل. اسمح لي الآن. ولكن الإيقاف أو الإنهاء العمل بهذا الاتفاق جاء بأثر فوري، يقول المجلس العسكري الحاكم في مالي، وذلك بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المسلحين والجيش. لأنه النظام لما وصل إلى الحكم أعلن أنه يلغي العمل بتلك الاتفاقية، وبالتالي الجماعة هذه حست بنفسها أنها وقعت خيانة، لأنه الجزائر شافت بلي هناك خيانة لذلك الاتفاق الذي تعتبره بين دولتين وليس بين فريقين متصارعين. والجزائر ضامنة، وقالت الجزائر أنها ممكن أن تحاول أن تعدل تلك الاتفاقية بالاتفاق مع الطرفين المتصارعين، لكن النظام الحاكم في مالي وجد المساعدة من فضلك، وجد مساعدة مع هذه فاغنر أو ما يسمى الفيلق الإفريقي لكي ينتهز الفرصة، وهنا وقعت في مساس بالأمن. طيب هذا في التشخيص. الآن هذا التوتر إلى أين ما بين مالي باختصار شديد الوقت دهمنا التوتر إلى أين، خاصة في ظل ما يصفه البعض بأن هذه التوترات ما بين الجزائر ومالي أدت أيضا إلى توتير نسبي لعلاقة الجزائر بروسيا. روسيا طبعا روسيا الكلمة لك باختصار شديد، وأختم مع ضيف باختصار شديد في أقل من 30 ثانية لو سمحتم. روسيا لأنها شافت بأنها أرادت أن تغير ما يسمى على طريقة التعامل مع العلاقات الدولية والبحث عن مواقع النفوذ، لأنها شافت بأنها في أوكرانيا بلد صغير لما استطاعش كان تعتقد بأنها قد تسحقه في أيام قليلة. التوتر إلى أين؟ إذن التوتر هي نقلاته إلى إفريقيا. نعم التوتر بين مالي الآن والجزائر إلى أين في 10 ثواني؟ قد ينتهي لو مالي تعود إلى الرجع، وقد خاصة لو تعود إلى ذلك الاتفاق أو تقبل على الأقل بالمفاوضات. تقول إن هذا الاتفاق يبقى الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي. التوتر إلى أين ما بين البلدين الجارين؟ طيب هذا التصريح من الجزائر يعد بالنسبة لي يعني إشارة إلى انتهاك السيادة الوطنية المالية. يعني من الجزائر لكي تجبر دولة مالي لالتزام باتفاقية؟ هي لا تجبرها، تقول إنه الأنسب. لا يعني تقول بأنه هو الخيار الوحيد وأن الخيار العسكري ليست هي الوسيلة، رغم أن المجلس العسكري قام بتنظيم الحوار الوطني بين الماليين أنفسهم. يعني فبالنسبة لي جوابا على سؤالك، يعني الجزائر ليست مستعدة لكي تتعاون مع المجلس العسكري أو مع الحكومة المالية بمعنى الكلمة، والحكومة المالية والمجلس العسكري ليس مستعد بل لن يتراجع عن قراره، لن يرجع إلى اتفاق الجزائر. فاتفاق الجزائر أصبح ما خبر كان، وهذا أكيد ستكون له إنعكاسات جيوسياسية معكم. كل شكر جزيل لك سيد دنبا محمد دكوري البحث في شؤون الاستراتيجية الأفريقية على تلبية هذه الدعوة. كل شكر جزيل لك أيضا سيد الحسين مصدق البحث السياسي والإعلامي الجزائري، كنتما معنا في إذا رجعنا لكم من جديد أصدقائي. كنتمنى كل فيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم، كما العادة دائما نخليكم على قناتنا وقناتكم إن بي طوب باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغربنا الحبيب. والصحراء تبقى مغربية. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله. السلام عليكم.